عليكم، مرحبا بكم معنا في برنامج رمضان معك سيداتي على اليوم 24. كنغتنم الفرصة باش نتمنى لكم أولا رمضان مبارك سعيد، باش ما تمنيتوا إن شاء الله بالصحة والسلامة والخير وتيسير إن شاء الله. كيف ما كتعرفوا هذا الشهر مبارك سعيد، السيدات يعني كتبغي تكون لابسة لباس اللي هو محتشم واللي هو أنيق في نفس الوقت، ومع هذا الشهر المبارك يعني كيتواكب مع واحد الشهر اللي فيه واحد الحرارة اللي هي مفرطة، السيدة أيضا كتبغي تختار لباس اللي هو مبرد واللي يعني ما يجيب لهاش الصات. غادي نواكبكم إن شاء الله سيداتي في هذا الشهر الكريم على اليوم 24 في رمضان معك سيداتي، وغادي نقدموا لك لوكات يعني مختلفة اللي كنتمناو إن شاء الله أنها تنال الإعجاب ديالك، واللي غادي نواكبوك بها في مختلف النشاطات ديالك اليومية، سواء يعني في الشغل ولا باش تمشي تزور العائلة ولا باش يجيو عندك الناس. ما جيتش نطول في التقديم، وغادي نقدم لكم ان شاء الله في هذه الحلقه الاولى لوك خاص بسيده اللي كتشتغل خارج البيت ديالها. غادي نطلب منكم انكم تبعوني لو دريسينغ ديالي ونقدم لكم اول لبسه اللي كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. الاقتراح ديالي الاول غادي يكون اليوم بالنسبه للسيده اللي كتشتغل خارج البيت واللي كتبغي تكون انيقه ومحتشمه وتلبس يعني لباس اللي هو يعني ماشي موتير واللي مبرد او ميم طون. اليوم اختارت لكم هذا السروال، سي ان بونطالون جوب لا كولور سومون، ويعني واحد اللون اللي هو بارد واللي ماشي موتير. اختاريت انني ندير معاه واحد الشوميزيي سومون حتى هو من نفس اللون، وزدت عليه ان جيلي طويل اغيور، ودرت له ان شال اسورتي معاه، وبيان سور ما نساوش الاكسسوار. الاكسسوارات هي يعني جد مهمه، كندير عليها النقطه، وغادي نبغي نذكر كيف ما العاده بالمثل يعني المغربي الشهير اللي خديته كشعار ديالي اللي سميته لبس قدك يواتيك. غادي نلبسوا الحوايج اللي غادي تواتينا، اللي قدنا واللي غادي تواتينا واللي غادي تناسب مع الشكل ديال الجسم ديالنا، لو مورفو ستيل، واللي بالنسبه للون غادي نختاروا تدرجات الالوان اللي غادي تعطينا الضوء للون البشره ديالنا، واوسي خاصنا نحترموا لا غود اكتيفيتي، يعني النشاطات اللي كنقوموا بها في النهار، حيت ماشي اي لباس نقدروا نمشيو ليه به لاي بلاصه، يعني كل بلاصه غنمشيو ليها عندها لباس مختص ديالها، وكنحترموا يعني ديك يعني كنحترموا واحد المقاييس ديال كل بلاصه غادي نمشيو ليها. غادي نلبس هذه اللبسه اللي وجدت لكم باش نشوفوا لو روندو، وتقولوا لنا الاراء ديالكم، مرحبا بالاراء ديالكم، التعليقات ديالكم والافكار والاقتراحات حتى هي. شكرا.